يشهد الأول من ديسمبر من كل عام الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الإيدز، الذي اتخذت منظمة الصحة العالمية من علاج الإيدز للجميع هذا العام شعاراً لهذه الاحتفالية العالمية، حاثة من خلاله على ضرورة أن يصل العلاج إلى جميع المتعايشين مع فيروس هذا المرض في سبيل تقديم العلاج لجميع المرضى. وتواصل السلطنة جهودها في اتخاذ التدابير والإجراءات للوقاية والعلاج لهذا المرض. أوصي أفراد المجتمع وخصوصا الشباب بتجنب الممارسات التي تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض، الممارسات الخطرة، فالأمر جد والمرض خطير. الوزارة جادة في توفير التدابير التشخيصية والعلاجية لهذا المرض وكذلك الوقائية، ولكن الوقائية تتطلب شراكة بين أفراد المجتمع وبين مقدمي الخدمة الصحية. الاحتفالية كان من أبرز عناوينها رسالة اليوم العالمي قدمها ممثل منظمة الصحة العالمية، ومحاضرة حول العلاج السريري للعدوى وتدشين الدليل الإرشادي الجديد حول هذا المرض. نحتفل اليوم باليوم العالمي للإيدز. هذا الاحتفال سنويا محطة لمراجعة الأنشطة التي تمت في الماضي والأنشطة التي ننوي عملها في المستقبل. في هذا العام شعارنا هو العلاج لجميع المتعايشين مع مرض الإيدز، والسبب هو أنه في التزام دولي في أهداف التنمية المستدامة بأن يتم القضاء على وباء الإيدز في عام 2030. وترى منظمة الصحة العالمية أن أهم أسلوب للقضاء على هذا الوباء هو العلاج الشامل لكافة المتعايشين مع مرض الإيدز. شهدت الاحتفالية حضور العديد من المعنيين والمختصين والمهتمين ببرامج التوعية والعلاج من مختلف المؤسسات الصحية. هذه الاحتفالية بمثابة رسالة توعوية لكافة أفراد المجتمع بضرورة الوقاية والابتعاد عن مسببات هذا المرض. عبد الله بن خلفان الرمضاني، مسقط.